السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس علي الوكيل. هنكمل كلامنا مع حضراتكم في قرص توزيع وتصميم شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض. بدأنا مع حضراتكم شبكة الجهد المتوسط، وصلنا في شبكة الجهد المتوسط للكابلات، أخدنا إزاي أعمل سايزنج للكابل. بعد ما خلصنا أنواع الكابلات وتكوين الكابلات والعزل بتاع الكابلات، الفيديوهات دي كلها بدأنا مع حضراتكم فيديوهين قبل كده. الفيديو الأول كانت بداية للديزاين والسايزنج للباور كيبلز. قلنا عشان أعمل سايزنج للباور كيبل لازم أمر بثلاث مراحل. أول حاجة أحسب تيار الحمل، وبتيار الحمل ده اروح لجدول الكابلات. واخدنا مع حضراتكم فيديو تعرفنا فيه ازاي اختار من الكابلات، او ازاي اتعرف على البارامترز والداتا بتاعه الكابلات واعمل سيليكشن للكابل ازاي. اول شيء قلنا هنشوف الثيرمال ريتنج او الكرنت كارينج كاباسيتي للكابل، ودي هحددها بناء على تيار الحمل، اللود كارنت، تيار الحمل. من خلال تيار الحمل اخش جدول الكابلات اختار اشوف الثيرمال، من خلال الثيرمال ريتنج او الكارنت كارينج كاباسيتي للكابلات هشوف بناء على تيار الحمل اختار السايز المناسب للكابل. بعد ما اختار السايز المناسب للكابل قلنا هنروح على حته مهمه جدا، وهي الفولتج دروب كالكوليشنز، اللي هو اشوف الكابل ده الفولتج الدروب اللي هيحصل في الفولتج نتيجة لمرور التيار بتاع الحمل في الكابل، لان الكابلات زي ما قلنا لها مقاومة او بشكل عام لها امبيدنس. من قانون اوم حاصل ضرب التيار اللي مر في الكابل في المقاومة بتاعت الكابل هيتولد عندي فولتج دروب. الفولتج دروب ده هيقلل من تيار السورس اللي طالع وليكن من الترانسفورمر، هيقل بنسبة الدروب ده في الكابل، وبعد كده هيوصل للحمل عندي ناقص الدروب اللي حصل في الكابل. والله الدروب اللي حصل في الكابل ده طبقا للستاندردز والكود، لو الدروب ده كانت نسبته من الريتد او من السورس فولتج اللي عند الترانسفورمر مثلا، لو نسبته منه اقل من او بيساوي 5%، اوكي اكسبتد، يبقى ما فيش مشكله. لو طلعت 5 او اعلى من 5 يفضل ان انت تختار السايز او الهاير سايز اللي بيالي الكابل اللي انت اخترته. وليكن مثلا اخترت 25 اختار 35، اخترت 35 اختار 50، واعمل ريتشيك تاني على الفولتج دروب. طبعا الجزئيه ديت حته ان لو البرسنتج الفولتج دروب برسنتج طلعت اعلى من 5، دي ما ظهرتش معانا الفيديو اللي فات، ولكن هتظهر معانا الفيديو ده ان شاء الله. يبقى اهميه حسابات الفولتج دروب زي ما قلنا، عشان الفيديو اللي فات قلنا لو مثلا الموتورز على سبيل المثال لو حصل دروب كبير في الجهد وكان عندي الباور كونستانت، يبقى الكرنت هيزيد بنسبه نفس النسبه اللي انخفضها الجهد عشان يعوض، لان الباور عندي ثابته فهسحب تيار عالي يعوض الفرق في الجهد ده او الهبوط في الجهد عشان احصل على باور كونستانت، يبقى هسحب تيار عالي. التيار العالي ده ممكن يؤدي الى تلف ملفات، تمام، ملفات الموتور. وقلنا بالنسبة للإضاءة برضو لو حصل هبوط في الجهد الإضاءة بتكون ما باخدش شدة الإضاءة المطلوبة أو شدة الإضاءة اللي أنا عايزها، بتقل شدة الإضاءة، تمام، لأن شدة الإضاءة الخارجة من المصباح الكهربي تتناسب طرديا مع الفولتج اللي هو موجود على أطراف المصباح الكهربي، تمام. النهاردة إن شاء الله هناخد مثال كامل. برضو هفكركم بالفيديو اللي فات اتكلمنا على الفولتج دروب على أطراف الترانسفورمر، على أطراف الجنريتور، اتكلمنا على الفولتج دروب الناشئ من الستارتنج كارنت بتاع الموتور، وعملنا سايزنج للكابل بتاع الموتور والسيركت بريكرز، تمام. النهارده ان شاء الله هناخد مثال عام من اول الترانسفورمر الى اخر لوحه عندي، تمام. من خلال المثال ده هنعرف وهنعمل ريفيو على حسابات الفولتج دروب مره تانية. تعالوا مع بعض نشوف المثال بتاعنا. المثال بتاعنا هوت، تمام، ببدأ من أول الارميو هيت، تمام كده،
طبعا زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده، دي اما ارميو او ميديم فولت سويتش جير. تمام. الارميو زي ما قلنا بتكون عباره عن لود بريك سويتش، لود بريك سويتش. تمام. وموجود هنا هاي رابتشر كباسيتي فيوز او سيركت بريكر، ده بروتكشن للترانسفورمر. بيكون كمان موجود هنا لود بريك سويتش طالع هنا على الترانسفورمر، ومن اللود بريك سويتش ده بيكون كبروتكشن للترانسفورمر بحط هاي رابتشر كباسيتي فيوز او سيركت بريكر، واتكلمنا في الحاجات دي بالتفصيل قبل كده. تمام. بدخل عندي على الترانسفورمر، ده الترانسفورمر يعتبر السورس بتاعي. الداتا بتاعت الترانسفورمر، الترانسفورمر الباور ريتد بتاعت الترانسفورمر بالكيلو فولت امبير 1000 كيلو فولت امبير، الفولتج الهاي تنشن 13.8 كيلو فولت، واللو تنشن 400 فولت او 4.10 كيلو فولت. الزد برسنتج او الزد بريونت بتساوي 5. تمام. ده الترانسفورمر او الديستريبيوشن ترانسفورمر اللي عندي. بطلع من الترانسفورمر ده بدخل منه على المين لو فولتج ديستريبيوشن بورد. تمام. المين لو فولتج ديستريبيوشن بورد. طبعا في اوقات، في اوقات بيكون عندي باكج سب ستيشن بيكون فيها كل المجموعه دي كلها مع بعضها كده في باكج واحده. تمام. المجموعه دي كلها كده مع بعضها بتكون في باكج واحده. تمام كده. يعني مثلا بيكون عندي كده الباكج سب ستيشن بتكون عباره عن كده مثلا، مقسومه، مقسومه الباكج سب ستيشن مقسومه لثلاث اجزاء، مقسومه لثلاث اجزاء. الجزء ده بيكون بتاع الميديم فولتج اللي هو الرينج مين يونت اللي هي دي الار ام يو، والجزء ده بيكون بتاع الاويل ترانسفورمر اللي هو الجزء ده، والجزء ده بيكون بتاع الخاص باللو فولتج او المين لو فولتج ديستريبيوشن بورد، بيكون عباره عن سيركت بريكرز. تمام. بيكون عباره عن سيركت بريكرز. يبقى انا اقدر اختزل او اختصر كل الجزئيه دي في الباكج سب ستيشن. وفي بعض المشاريع بتكون منفصله زي ما احنا شايفينها كده، بتكون منفصله ار ميول لوحدها والترانسفورمر موجود في غرفه لوحده، والمين لو فولتج ديستريبيوشن بورد او بيسمى ساعات كمان الام دي بي، الام دي، الام دي بي، اوقات كمان بسميها الام دي بي. تمام. تمام. بعد كده بخرج بكابل اهوت، الكابل اللي قدامي ده قدام حضراتكم ده، بخش بعد كده على دي بي ديستريبيوشن بورد. كل ده داخل المشروع بقى خلاص. بطلع من الدي بي بمشي بكابل تاني طوله 50 متر اهوت، 50 متر. تمام. بروح لبي بي باور بانيل. الباور بانيل دي ممكن تكون مغذيه اي سيز، اير كونديشنز، مكيفات سواء كان ويندو او سبليت. تمام. او ممكن تكون مغذيه سوكيتس مع لايتنج على حسب. كمان في لوحه هنا موجوده عندنا هيتر، الكتريك هيتر كبير اهوت 25 كيلو فولت امبير، واللوحه دي الاحمال اللي عليها 50 كيلو فولت امبير. المسافه هنا 160 متر، دي طبعا فخن المشروع خالص، والمسافه دي 50 متر، واخدين الاثنين من الدي بي، الدي بي وصل لها كابل 50 متر. الدي بي ديت طبعا البريكر العمومي بتاعها اير سيركت بريكر. البريكرز الفرعيه بتكون مولدد كيس سيركت بريكرز، دي بتكون مولدد كيس سيركت بريكرز. الفرق طبعا ما بين الاير سيركت بريكر والمولدد كيس سيركت بريكرز، ممكن الناس ترجع للفيديوهات بتاعتنا موجود احنا شرحنا فيها السيركت بريكر بالتفصيل والفرق ما بينها. تمام. انا مطلوب مني دلوقتي ايه؟ احسب الفولتج دروب عند طرف الترانسفورمر ده. مجرد ما اطلع من البارات اللي هي موجوده على الترانسفورمر مباشره عند اطراف البارات بتاعت الترانسفورمر، تمام، بتكون ريد يولو بلو او اي بي سي والنيوترال، اربع بارات عندها مباشرة. انا عايز احسب الفولتج دروب، واحسب الفولتج دروب بعد ما امشي 15 متر احسب الفولتج دروب عند الايه، الام ال، المين لو فولتج ديستريبيوشن بورد، الام ال في دي بي. تمام. بعد كده عايز احسب الفولتج دروب كمان عند اللوحة دي بي اللي هو رقم 2، وبعدين عايز احسب الفولتج دروب عند اللوحة اللي هي البي بي
على بعد 50 متر تمام، هحسب الفولتج دروب هنا النقطة 3، وبعدين هحسب النقطة الفولتج دروب عند النقطة 4 تمام، اللي هي على بعد 160 متر. لو انا اتكلمت عن النقطة دي، النقطة دي تبعد عن المحاولة قد ايه؟ ادي 50 متر وادي 50 متر، ادي 100 وادي 15 متر فوق، ادي 15 متر كمان، يبقى 115 متر. الهيتر بيبعد ادي 50 و15 ادي 65، 65 و160 يبقى 225 متر تمام. الهيتر عايزين نحسب الفولتج دروب عند نقطة 1 و2 و3 و4. تعال مع بعض نشوف هنحسب الفولتج دروب ازاي. اولا الفولتج دروب، الفولتج دروب عند الديستريبيوشن ترانسفورمر سايت، عند السكندري سايت اللي احنا زي ما قلنا عندي اطراف المحاول، عند اطراف المحاول انا هحسب الفولتج دروب. الاول الفولتج دروب عند اطراف المحاول بجيبه ازاي؟ اهوت من القانون ده. الفولتج دروب عند اطراف المحاول بجيبه من القانون ده. الفولتج دروب عند السكندري سايت، اس اس سكندري سايت، بيساوي الزد برسنتج في الفولتج بتاع السكندري عند النو لود اللي هو النومينال فولتج اللي هو 400 فولت. الفولت على اطراف المحاول عند النو لود اللي هو 400 فولت، يبقى انا اضرب الزد برسنتج في الفي سكندري نو لود يطلع لي كام؟ 5 من 100 في 400 تمام كده، هيطلع عندي 20 فولت. 20 فولت. يبقى انا دلوقتي، ودي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، الفولتج دروب او الفي سكندري عند الفول لود، لو انا حملت المحول عند الفول لود هيطلع، هتلاقي الجهد عند الفول لود 380 فولت. 380 فولت تمام. كان من هنا بس عملنا حسبه بسيطه للاي فول لود، عملنا حسبه بسيطه للاي فول لود طلع بكام؟ ب 1519 امبير، اللي هو جاي من القانون اللي احنا عارفينه كلنا، الاس بالكيلو فولت امبير بيساوي، او الاس بالفولت امبير بيساوي جذر 3 في الفي في الاي، يبقى الاي فول لود بيساوي اس على جذر 3 في اي اهوت، ومن المعادله دي طلع 15519 امبير. طيب ممتاز، يبقى احنا عرفنا ان اطراف المحول الجهد عليها مش هيبقى 400 عند الفول لود، هيبقى كام؟ هيبقى 380 فولت. طبعا القيمه دي ممكن تزيد، القيمة 380 فولت ممكن تزيد عن كده، دي في حالة ان التحميل قل عند المحول، مثلا في الفترات بتاعة الفجر مثلا بيكون الاحمال خفيفة خالص في المشروع، لو رحت قست الفولت عند اطراف المحول ممكن تلاقيها كام؟ هتلاقيها 390 395 397 398 كده، يعني هتلاقيها قريبة جدا من 400 او ممكن تلاقيها 400 فولت، بس 400 ناقصة حاجة بسيطة عشان الدروب اللي بيحصل فيه، اللوسز اللي بتحصل فيه الكويلز اللي جوه او الوايندنج اللي جوه. خلاص جبنا الفولتج عند اطراف المحاول، تعال نجيب الفولت عند النقطه اللي هي ايه، اللي هي عند اللوحه الام، الام دي بي او الام الام ال في دي بي. تعال نجيب الفولتج دروب هناك عند النقطه 1 بعد ما امشي ب 15 متر. طيب الاي فول لود كام؟ 1519 امبير. طب السيركت بريكر هاخد الرقم ده، الرقم اللي انا شايفه قدامي ده، هشوف في الستاندرد بتاعت السيركت بريكرز الرقم الاعلى منه كام، هلاقيه 1600، يبقى ده تيار السيركت بريكر، اختار اير سيركت بريكر 1600 امبير تمام. طب تيار الكابل، التيار اللي المفروض الكابل يستحمله لحد 2000 امبير اللي هو 1608.8، يديني 2000 امبير. ده مش الكابلات تستحمل التيار ده، لا انا عايز اجيب كابلات تستحمل لحد 2000 امبير، لان السيركت بريكر مثلا هتفصل عند 1600، سيركت بريكر تفصل عند 1600. طب لو حصل ان البريكر دي مثلا يعني ما هياش يعني الكواليتي بتاعتها مش عاليه، فممكن يمر فيها تيار عالي شويه، فلازم الكابلات دي تستحمل تيار اعلى كمان شويه من التيار بتاع البريكر، لازم البريكر تفصل عند تيار، التيار ده يكون اقل من التيار ان المفروض الكابلات تستحمله، عشان الكابلات بتاعتي اضمن ان هي تفضل شغاله وما يحصلهاش اي مشكله. لو حصل مشكله في السيركت بريكر اقدر اغيرها، انما المشكله لو حصلت في الكابلات، لو انا ماشي مسارات
طويله مثلا بالكابلات، او ان الكابلات ديت السايزات بتاعتها عاليه فبالتالي هتكون مكلفه، يبقى انا اغير السيركت بريكر ولا ان اغير الكابلات. عشان كده لازم الكابلات تستحمل تيار اعلى من التيار بتاع السيركت بريكر، تمام؟ واحنا وضحنا النقطه دي المره اللي فاتت. هنروح للكاتالوجز ونختار منها كابل قد ايه. الكابل اللي احنا شايفينه قدامنا ده كابل 4 في 300 حلو، زائد 1 في 300 اللي هو الايرث البروتكتيف ايرث، وده الفيزس والنيوترال. الكابل ده انا محتاج منه اربع كابلات، الكابل ده ال 4 في 300 انا محتاج منه اربع كابلات، تمام؟ هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا عندي 2000 امبير، تمام؟ تعال نشوف الجداول في الاخر، تعال نشوف الجداول في الاخر، هيت هنشوفها مع بعض. اهوت الجدول، قلنا 3 اند 4 كور، كابل نحاس الانسوليشن اكس ال بي والجاكيت الخارجي بي في سي. قلنا الكابلات بتاعتنا كلها، الامثله بتاعتنا كلها كابلات ماشيه على الكيبل تري، يبقى انا شغال ان ارمرد ان اير فري. انا عندي عايز اشيل 2000 امبير، ال 2000 امبير دول هشيلهم بايه؟ لو اخترت كابل مثلا 2 في 400 240 معذره 240، انا شغال على الكولوم ده، شغال على الكولوم ده، الكابل ال 240، يبقى انا محتاج الكابل ده هيشيل 496 امبير. لو ضربته في 4 مش هيجيب 2000، يبقى انا عايز كابل تاني اللي هو ال 4 في 300 زي ما قلنا اهوت، 4 في 300 بيشيل 571، لما اضرب ال 4 في 571 هيعدي ال 2000، يبقى انا عايز اربع كابلات من ال 4 في 300، تمام؟ تعال نرجع نكمل كلامنا، يبقى انا عايز اربع كابلات من الايه؟ من ال 4 في 300، تمام؟ تعال نشوف اهوت، ادي الاي سيركت بريكر، وادي ال 2000 امبير، وادي الكابل بتاعنا اهوت، اربع، عايزين اربع كابلات. يبقى انا هربط اربع كابلات 4 في 300 سي يو على اكس ال بي اي، تمام؟ معاهم كابلين ايرث. كابلين ليه ايرث مش اربعه؟ لان الايرث بيكون نص الفيز، لان الايرث بيكون نص الفيز. عندي 4 في 4 في 300 الايرث يكون عندي 2 1 كور في 300، تمام كده؟ التوصيف بتاع الكابل ده طبعا واضح، مش محتاج ان احنا نوضحه، الناس كلها ما شاء الله عارفين وفاهمين وممتازين في الحاجات دي كلها، مش محتاجين ان انا اوضح الايه التوصيف ده ماشي ازاي. احنا ماشيين على طول، ما اتكلمناش في التوصيف لان على اساس الناس كلها عارفه الموضوع يعني، تمام؟ يبقى انا هوصل من الترانسفورمر، من على البارات بتاعه الاربع بارات بتوع الترانسفورمر، هوصل اربع كابلات، كل كابل فيه اربع كوندكتورز او اربع كورز، ريد يولو بلو ونيوترال، والكابل اللي بعده امبارل معاه ريد يولو بلو نيوترال، اربع كابلات امبارل مع بعض، تمام؟ يبقى الفيزه او الباره بتاعه الار الريد هيبقى عليها اربع كابلات، والباره بتاعه اليولو هيبقى عليها اربع كابلات، والباره بتاعه البلو هيبقى عليها اربع كابلات، والباره بتاعه النيوترال هيبقى عليها اربع، مش اربع كابلات، اربع كوندكتور، اربع كور يعني، اربع كور، تمام؟ هيتوصلوا من اللو فولت سايد بتاع الترانسفورمر، سواء كانت البارات مباشره لو محول زيتي، او ان هيبقى مثلا داخل المحول، لو داخل المحول في الباك سب ستيشن، اوقات بعملها بارز ما بعملهاش كابلات، بتبقى بارات طالعه من اللو فولت سايد للترانسفورمر داخله مباشره على المين، على المين المين لو فولتج ديستريبيوشن بار، او ان المحول اللي عندي بيكون مثلا موجود في غرفه، محول زيت موجود في غرفه، بطلع منه للغرفه اللي جنب منه بتاعه المين دي بيز، او الغرفه بتاعه المين دي بي روم اللي فيها اللوحات العموميه، بطلع باربع كابلات زي ما قلنا كده يوصلوا على اللوحه المين دي بي. طبعا ده ممكن تستخدمه في اي يعني السايزنج ده ممكن تشتغل بيه في اي مشروع لو عندك محول 1000 امبير. تعال نخش نشوف الفولتج دروب احسبه ازاي. طبعا من قانون الفولتج دروب اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، ده فاكتور قلنا بنجيبه من الجداول، ملي فولت لكل امبير لكل متر في 10 والسالب 3 في الاي ريتد في الاي ال في ال معذره، تمام؟ بس ما ننساش ان احنا عندنا هنا اربع كابلات، يبقى الفولتج دروب اللي هجيبه ده هجيبه الكابل واحد، وطبعا عشان الاربع كابلات امبرل فالفولتج عليهم امبرل، فانا مش محتاج اقسم على اربعه، اللي هتقسم على أربعة اللي هو الكرنت، تمام؟ اللي هتقسم على أربعة الكرنت. الاي ريتد اللي طالع من الترانسفورمر 1519 امبير لو الترانسفورمر اتحمل 100%. احنا عارفين ان المحول الزيتي يفضل ان انا ما ازودش عن 80%،
يعني نسبة تحميل المحول الزيتي ما زادتش عن 80%. المحول الدراي اقدر احمله 100% على طول، ما فيش مشكلة، ولكن يفضل يكون 90% ولا حاجة نسبة تحميله، والسبعة 10% سبير، ولكن لو حملته 100% ما فيش مشكلة. تمام كده؟ ممتاز. يبقى اللي هيتقسم بس الاي ريتد اهو، الملي فولت لكل امبير، الملي فولت لكل امبير لكل متر، القيمة دي جبناها من الجداول. تعال نبص عليها سريعا كده اهوت. انا عندي محول، انا عندي كابل معذرة 300، انا شغال على 3 اند 4 كور، تمام، كابلات الومنيوم ونحاس، انا شغال على كبر نحاس. هشوف الكابل 4 في 300 قد ايه. ادي ال 4 في 300 2 من 10، 2 من 10، ودي اللي احنا شفناها هناك 2 من 10 اهوت، 2 من 10 قسمتها على 1000 عشان احولها الفولت، ضربتها في التيار الاي ريتد، قلنا ده للكابل الواحد، يبقى انا هضرب هقسم على كام؟ هقسم على 4، يبقى انا هقسم على 4 لان التيار الريتد ده بيمشي في 4 كابلات، يبقى هتقسم على 4. تمام، قسمنا على 4، ضربنا في المسافه اللي هي 15 متر، طلع 1.14 فولت. هجيب البرسنتج 1.14 على 380. قلنا 380 ليه؟ لان القيم اللي احنا جبناها دلوقتي من الجدول بتاع الفولتج دروب النسب بتاعته كلها معموله بالفي لاين، باللاين فولتج. تمام، قسمت على 380 ضربت في 100 طلعت 29%. يبقى النسبه، يبقى الفولتج دروب عند النقطه 1 اللي هي المين للفولتج ديستريبيوشن بورد 29%، يبقى ده ايه؟ اكسبتد. يبقى ده ايه؟ اكسبتد. تمام، قلنا ده اقل من 5% يبقى اكسبتد. تعال نشوف الفولتج دروب عند النقطه 2 عند الدي بي لود. الدي بي عليها حمل بتاع البي بي 50 كيلو فولت امبير، وعليها الهيتر 25 كيلو فولت امبير، يبقى التوتال 75 كيلو فولت امبير. الاي ريتد من قانون الباور هيطلع 114 امبير. تمام، هجيب الاي سيركت بريكر هضرب في 1.25 هيطلع 142.5 امبير. تمام، يبقى بص في الستاندرد بتاعه الاي سيركت بريكر، هلاقي السيركت بريكر عندي كام؟ 160 امبير. 160 امبير، هختار سيركت بريكر 160 امبير. الاي كيبل بيساوي اي سيركت بريكر على الدايفرستي على الدي ريتنج فاكتورز، وقلنا الدي ريتنج فاكتورز بفترضها ان هي 8 من 10، دايما ده براكتيكال فاليو، هضغط 8 من 10 160 على 8 من 10 يطلع 200 امبير. هروح في الجدول هشوف الكابل اللي بيستحمل 200 امبير، هشوف الكابل اللي بيستحمل 200 امبير. تعال نشوفهم مع بعض بسرعه اهوت. الجدول اهو، انا شغال على الكولوم ده ان اير في الهواء فري، كابل بيستحمل 200 امبير، هلاقي الكابل 4 في 70 اهو، 70 اهوت بيستحمل 220، يبقى ده اكسبتد بالنسبه لي. يبقى انا هختار الكابل كام؟ هختار الكابل 4 في 70. تمام، تعالى اخترنا الكابل 4 في 70، ممتاز كده اهوت، الكابل 4 في 70، الكابل 4، يبقى انا اخترنا الكابل 4 في 70 سي يو على اكس ال بي اي زائد 1 في 35، قلنا الارث نص الفيز سي يو على بي في سي، ده الانسوليشن بتاعه بي في سي وده اكس ال بي اي. تمام، ده اختيار الكابل. تعال نحسب الفولتج دروب من نفس القانون اللي احنا شغالين عليه، ملي فولت لكل امبير، ده الفاكتور ده بنجيبه من هناك في الاي ريتد في الاي ال في ال في اللينث، ده فاكتور لو رحنا للجداول هنجيبه، مش لازم بقى نروح للجدول، انت ممكن بعد كده تشوف الجدول. تمام، يبقى 58% 58%، تعالى نجيبه من الجدول، الكابل 4 في 70 عشان يبقى الناس كلها شايفه معانا. ادي الجدول بتاع الفولتج دروب، كابل 70 اهوت، ادي 58%، كابل نحاس 58%، 58 من ايه؟ من 100. تمام، 58% قسمها على 1000 واضربها في الاي ريتد اللي احنا جايبينه دلوقتي، في 50 المسافه الطول بتاع الكابل، طلع 3.306 فولت. تمام، اخد القيمه دي اقسمها على 380 اضربها في 100 يطلع 87%، ده البرسنتج 87%. يبقى الفولتج دروب عند نقطه 2 ايه بقى؟ الفولتج دروب عند نقطه 2 ده اكيوميليتيف، اللي هو الفولتج دروب عند النقطه 1 زائد الدروب اللي حصل في الكابل اللي هو ده يديني الدروب عند التوتال عند النقطه 2 اهوت، 29% ده اللي عند نقطه 1، و87% اللي هو في الكابل من الام ال في دي بي لحد الدي بي حصل الدروب ده، اجمعه مع الدروب اللي حصل عند النقطه 1 يديني التوتال فولتج دروب عند النقطه 2.
اللي هو 1.169، ده البرسنتج، دي اكسبتد، اقل بكتير من 5% بدي ايه اكسبتد. تمام، تعال نشوف الدروب عند النقطه 3 اللي هي عند البي بي. اللود از بي بي باور بانل 50 كيلو فولت امبير. تمام، 50 كيلو فولت امبير هجيب الريتد كارنت يطلع 76 امبير. تمام، يبقى السيركت بريكر 76 في 1 وربع يطلع 95، يبقى انا هختار سيركت بريكر كام؟ 100 امبير. يبقى تيار الكابل كام؟ 100، اي سيركت بريكر على 8.10 يطلع 125 امبير. هروح الجدول. تمام، هروح الجدول. من الجدول اهوت، من الجدول انا عايز 125 امبير، كابل يستحمل 125 امبير، ده الكولوم اللي انا شغال عليه. كابل يستحمل 125 امبير، هلاقيه ال 35 بيستحمل كام؟ 142 امبير، يبقى ال 35 اوكي بالنسبه لي. تمام، يبقى ال 35 اوكي بالنسبه لي، يبقى 4 كور في 35 زائد 1 في 16. تمام كده، تمام، ممتاز. طيب الفولتج دروب دلوقتي عندي من القانون بتاعه، اهوت قانون الفولتج دروب. القيمه دي جبتها من الجداول، كابل 4 في 35. تعال نشوف الجدول بتاع الفولتج دروب. كابل 35 اهوت، الدروب 1.1. تمام، 1.1. طيب 1.1 على 1000 عشان احوله الفولت في 76 الاي ريتد اللي هو تيار الحمل اللي احنا حاسبينه في السلايد اللي فات، في المسافه 50 متر هيطلع 4.18 فولت. اخد 4.18 من 100 اسمها 380 اضربها في 100 يطلع لي 1.1، دي البرسنتج. تمام كده، دي البرسنتج. طيب ممتاز، يبقى الفولتج دروب عند 3 النقطه 3 هو الفولتج دروب عند النقطه 1 زائد الفولتج دروب اهوت زائد الفولتج دروب في الكابل عند النقطه 2 زائد 1.1. تمام كده، زائد 1.1 هيطلع كام؟ 2.269. تمام كده، او ان انا احسبه مباشره، ان انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا هشوف الدروب التوتال اللي حصل عند نقطه 2 كان فين. اللي حصل عند نقطه 2 اهوت، هاخد القيمه دي اللي هو 1.16، اجمعه مباشره على ايه؟ اجمعه مباشره على الدروب ده. اجمعه مباشره على النقطه دي اللي هو ده، حاصل الاثنين دول اللي هو 1.16، اجمعه على طول على النقطه ديت اللي هو الدروب عند نقطه 2 زائد الدروب اللي حصل في الكابل من نقطه 2 الى البي بي اللي هي 1.1، هيطلع القيمه دي مباشره سواء دي او دي، او ان انا اجمع في 1 وفي 2 واجمعهم كلك ثاني، مفيش مشكله، دي او دي. تمام كده، ممتاز. طيب انا دلوقتي الفولتج دروب طلع عندي كام؟ 2.269 اهوت، اللي هي القيمه دي، دي البرسنتج. طبعا دي اقل من 5%، طلعت 2.2%، يبقى اوكي بالنسبه لي، يبقى اكسبتد. تمام، تعالى النقطه 4، الفولتج دروب عند النقطه 4. الفولتج دروب عند النقطه 4 ده هيتر، هيتر لود، اللود 75 كيلو فولت امبير، هحسب الامبير بتاعه 38 امبير. تمام، يبقى السيركت بريكر 38 في 1 وربع هيديني 47.5، يبقى انا اختار البريكر من الستاندرد، هختار بريكر كام؟ 50 امبير من الستاندرد. تمام، يبقى الاي كيبل بيساوي الاي سيركت بريكر على الدي ريتنج فاكتور 50 على 8.10 دي 62.5 امبير. اروح في الجداول اشوف كابل بيستحمل 62 امبير ونص اهوت، من هنا 62 امبير ونص، ادي الكابل اهوت 62، يبقى نختار الكابل 4 في 10، بيشيل 67، انا عايز كابل يشيل 62.5، يبقى اختار كام؟ 4 في 10 اهوت، اخترت كابل 4 في 10 زائد 1 في 10. تمام كده، تعال احسب الفولتج دروب من القانون بتاعنا. لو رحنا في الجدول ال 10 مللي، ال 10 مللي هتلاقيها كام؟ شوف الدروب اللي على 10 مللي 3.5. تمام كده، 3.5 اهوت، يبقى 3.5 قسمها على 1000 في 38 اللي هو الريتد بتاع الحمل في 160 الطول المسافه، يطلع 21.28%. اخد ده قسمها على 380 في 100 يديني 5.5 فولت كبرسنتج، دي كبرسنتج، ضربت قسمتها على 380 في 100 دي برسنتج، دي طبعا اعلى من فين؟ اعلى من 5، كمان دي اعلى من 5، ده انا لسه كمان ما حسبتش الفولتج دروب عند نقطه 4 اللي انا هو ايه؟ اللي هو التجميع بتاعت فولتج دروب 1 و2
واحد واتنين زائد القيمة دي، يعني دي القيمة دي الفولتج دروب واحد عند واحد واتنين زائد الفولتج دروب عند مين كمان على الكابل نتيجة اللي مشي في 160 متر. طلع جمعت ده كل القيم دي على بعضها طلع 66%، دي كمان أعلى بكتير من 5% بدائي unaccepted. يبقى نعمل إيه؟ أروح عشان أحل المشكلة أختار الـ higher size of cable، السايز الأعلى منه. إحنا كنا مختارين كام؟ 4 في 10، مختارين 4 في 10، الأعلى منه في الستاندرد كام؟ 4 في 16. يبقى أنا هختار الكابل عندي next size 4 في 16 زائد 1 في 16، تمام؟ طيب تعال نشوف الـ 4 في 16 ده بيشيل كام؟ الفولتج دروب بتاعه نسبته قد ايه؟ 4 في 16 نسبته 2.2 ملي فولت لكل امبير لكل ايه؟ لكل متر. يبقى انا هاخد القيمه بتاعته، تعالى ننزل تحت شويه اهوت الكابل ال 4 في 16 اهو 4 في 16 خلاص الجديد النسبه بتاعته زي ما شفناها دلوقتي 2.2 على 1000 في 160 في 38 طلعت 13.37 فولت. اخد تقسيمها على 380 اضرب في 100 يطلع لي 3.52%، دي النسبه برسنتج، دي برسنتج، تمام. اخد القيمه في 1 مع القيمه دي يبقى انا جبت في 2 زائد القيمه الجديده ديت تطلع 4.6 اقل من 5% يبقى ايه؟ اكسبتد، تبقى اكسبتد. بكده يبقى احنا خلصنا مع بعض، خدنا مثال كامل على شبكه لو فولتج كامله من اول الار ام يو الى اخر لوحة عندي في المشروع، وعرفنا ازاي الحاجة المهمة اللي انا محتاج الناس تعرفها في الفيديو ده، ان الفولتج دروب عندي قيمته اكيوموليتيف، قيمة تراكمية. بحسب الفولتج دروب من اول من بعد الترانسفورمر او من عند الام دي بي المين لو فولتج ديستريبيوشن بورد الى اخر لوحة عندي في الشقة في المشروع، الى اخر لوحة عندي في المشروع، تمام. بس كل الاحمال دي تكون مربوطه على ترانسفورمر واحد، يعني كل ترانسفورمر اشوف اخر حمل فيه ابعد نقطه فيه واحسب الفولتج دروب تراكمي من عند اللوحه دي للوحه اللي قبل منها للوحه اللي قبل منها للوحه اللي قبل منها وصولا للوحه اللي هي المين لو فولتج ديستريبيوشن بورد، اشوف الفولتج دروب كام في المسار ده كله. اذا طلع اقل من او بيساوي 5% اوكي، طلع اعلى من 5% زي ما قلنا هختار سايز للكابل بتاعي اعلى، النيكست سايز اوف كيبل، تمام. بكده يبقى احنا عملنا التشيك بتاعنا على الفولتج دروب، عرفنا الكابل بتاعنا اوكي ولا مش اوكي. بقينا التشيك الاخير على الكابل اللي هو الشورت سيركت كالكوليشن. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون عن الشورت سيركت كالكوليشنز، هنتكلم عنها بالتفصيل، بس هنتكلم عن الشورت سيركت في الميديوم فولتج بيبقى كام، وفي اللو فولتج حساباته هتبقى عامله ازاي، ان شاء الله هناخده بالتفصيل. وبعد ما نخلص الشورت سيركت ان شاء الله هناخد مثال كامل كومبليت ديزاين للميديوم فولتج نتورك كاملة ان شاء الله، عشان يبقى خلصنا الجزئية دي تماما، وهننتقل ان شاء الله بعد كده لللو فولتج نتورك. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله، اتمنى بإذن الله الناس تكون استفادت معنا. دي الجداول اللي احنا كنا شغالين عليها، قلنا دي كاتالوج بتاعت كابلات بحرة، ممكن الناس تلاقي كاتالوجز الكابلات تانية تستفاد منها برضو تشتغل عليها. كل الكابلات بتطلع القيم بتاعتها متقاربه جدا، ده يعتمد على نسبه النحاس في الكابلات والكواليتي بتاعه المصنع، بيبقى لكل مصنع ليه كتالوج شغال عليه. ان شاء الله اتمنى ان الناس تكون استفادت معانا من الفيديو ده، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.